يعني عجلاتنا قائمة بالعمل في ذلك. هذا الأسبوع الأول تكون مكرس عملية التنظيف وصبغ الأرصفة وكذلك زرع الأشجار، والأسبوع الثاني أيضا حملة جديدة نقوم بإطلاقها وهي عملية توزيع البوسترات اللي خاصة بالدفاع المدني وتوجيهات مديرية الدفاع المدني بخصوص المظاهرات، وكذلك أيضا نقوم من خلال توزيع البوسترات قوم عجلات الدفاع المدني بالكلام من خلال الحاكيات بتوجيه السادة المتظاهرين وتوجيههم نحو استخدام الطرق السلمية، ولو هي من البداية هي إن شاء الله تبقى سلمية في بابل. بأمر من سيد المدير من سيد وزير الداخلية المحترم والسيد المدير العام السيد اللواء كاظم بوهان المحترم، قامت مديرية الدفاع المدني بابل بأمرة السيد العميد حامد حسن برغوث بحملة حملة تنظيف الشوارع وصبغ الأرصفة، حيث هذه الحملة مدتها 3 أسابيع، حيث باشرت مديرية الدفاع مدني بابل بكافة كوادرها وأصنافها بحملة تنظيف الشوارع وغسل الشوارع وصبغ الأرصفة، وهذه الحملة إن شاء الله مدتها 21 يوم. وإضافة إلى هذه الحملة أكو برنامج اللي هو يعني إن شاء الله الشعار الدفاع المدني، أرقام الدفاع المدني، توعية خاصة للدفاع المدني.